يا هلا والله، رجعنا لكم من جديد في برنامج عظماء خلدهم التاريخ. طبعا شخصية اليوم شخصية أسطورية، شخصية فدائية، وكما قال صلى الله عليه وسلم: سيأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنا مهاجرا. طبعا شخصيتنا اليوم هو عكرمة بن أبي جهل. عبق من التاريخ من عمق القرون، فاحت به الآثار بالسند المصون، يحكي لأجيال الحضارة أنها كانت لنا دهرا فخامرها سن. طبعا معروف هذا البطل عكرمة بن أبي جهل، كما يسمونه ابن فرعون هذه الأمة، وهو أبو جهل. تبدأ قصة هذا البطل من على متن سفينة في بحر هائج مقابل سواحل اليمن. طبعا هرب من مكة، لا يعلم إلى أين، يعني إلى أين يذهب بعد انتشار الإسلام في قريش. وبعد ما انتشر الإسلام فكان هو يكره شيء اسمه إسلام، يعني الإسلام هذا وش أقول لك. طبعا هرب من قريش، لا يعرف وين يروح، يعني بدون تحديد وجه. عن بعد هزيمة المشركين في مكة أصبح عكرمة بن أبي جهل طريدا، يعني خلاص قرر يهاجر من مكة، فذهب في صحراء العرب لا يعرف إلى أين يذهب. فقرر أن يتجه إلى اليمن، بالتحديد على سواحل اليمن. فاتخذ القرار وذهب للسفينة، فأبحر قال يبغى يروح، يعني ما يبغى يشوف أي مسلم، لأن عنده يعني أي مسلم قدامه خلاص يكره الدنيا، يكره شيء اسمه إسلام، يعني ما يطيقهم بالاختصار. وهو على ظهر السفينة، جاءت مرحلة الاختيار الرباني، يعني بين اختيار اللات العزة ولا الله عز وجل، هنا لكي ينضم إلى قافلة الصحابة العظماء. وأبى الله أن يعيد ذلك الهارب من الله إلى الله، وبشكل غريب تحولت، طبعا هو على السفينة، تحولت تلك الأمواج الصافية إلى أمواج عاتية، يعني إلى أمواج هائجة. فعندما أدرك الربان يعني طاقم السفينة، يعني خلاص غارقين لا محالة، يعني خلاص معديها، فتوجهوا عند الركاب ويقولون لهم: اخلصوا لله الدعاء، ترى أصنامكم ما بينفعل. يعني بعد ما تعجب عكرمة من كلام الرجل اللي جالس يتكلم يعظهم ويدعوهم الإسلام، فهنا يعني جذف الله الإيمان في قلبه، فقال لنفسه: قال إن كان هذا يعني اللي ينجيني في البحر، أجل بينجيني في البر، ما فيها كلام. فيقول: اللهم أن لك لي عهدا، إن عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا وأضع يدي في يده. فلما هدأ البحر وسكن يعني الأمواج، خلاص رجع إلى مكة، فاستقبله الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني شوف أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان أبوه من أكثر العداوة للإسلام، فإيش سوى؟ استقبله يعني استقبال كأنه مسلم. فتحول قلب عكرمة بن أبي جهل من قلب حقود مبغض للإسلام إلى قلب لا يحب في هذا الدنيا أكثر من هذا الدين. فقرر عكرمة بن أبي جهل أن يتحول إلى جندي ينشر الإسلام. فالذي طالما ضحى وحارب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لم من بعد إسلامه لم يترك أي غزوة إلا وغزاها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصبح قائد جيوش المسلمين في عهد أبو بكر التي حارت في معركة الردة، طبعا معركة معروفة في التاريخ. طبعا هنا جاءت المعركة التي خلدت حروف اسمه من نور، وهي معركة في وادي العموك، التي أوشك أن نصف مليون من الروم على تدمير جيش المسلمين. طبعا في قصة كذا قصيرة قبل بداية المعركة، يعني قصة لفتى مجهول، طبعا لم يذكرها التاريخ، لم يذكر اسمها التاريخ، يسمى كذا الفتى المجهول.
هنا تبدأ قصة هذا الغلام المجهول في معركة اليرموك. هذا الغلام في سن 20 كان ينتمي إلى قبيلة الأزد القحطانية. طبعا الأزد التابعة للقحطان، طبعا هذه القبيلة التي أخرجت الكثير من الأبطال. فقصة البطل تبدأ في معركة اليرموك عندما خرج فارس ضخم من جمهور الروم، من جيوش الروم يطلب المبارزة. فكعادة أي معركة لازم تصير مبارزة قبل المعركة. طبعا خرج هذا الفتى العشرين اللي بعد ما طلب هذا الرومي المبارزة، خرج غلام، هذا الغلام المجهول لا أحد يعرفه، خرج إلى ناحية أبا عبيدة بن الجراح. قال يا أبا عبيدة إنني أريده وأجاهد عدوي وعدو الإسلام وأبذل نفسي في سبيل الله وأرجو أن أرزق الشهادة. طبعا فهل تأذن لي؟ يقول له هل تأذن لي؟ ذهبت هذه الكلمات إلى قلب أبي عبيدة بن الجراح فأذن له. فمشى فإذا به يعني جالس يمشي، فتوقف فجأة وناظر إلى أبو عبيدة بن الجراح وقال يا أبا عبيدة إنني عازم على الشهادة، فهل توصيني بشيء أن أوصله للرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هنا أبو عبيدة بن الجراح طبعا أمين الأمة شافه وبكى حتى. فانطلق هذا الغلام كالأسد الجارح نحو العملاق الرومي وقاتل هذا العملاق فقتله، فأخذ سيفه وفرسه وسلمه للمسلمين. فعليت صيحات الله أكبر من جيش الموحدين، ثم عاد مرة ثانية إلى جيش الروم وصاح صيحة هزت كيانهم. فقال هل من مبارز؟ فخرج فارس ثاني لا يقل ضخامة من الأول فبارزه وقتله. خرج الثالث بارزه قطع راسه. خرج الرابع خرج قطع راسه. يا حبيبي هذا المحزم. فتعجب الروم من فعل هذا الغلام، فتحققت أمنية هذا الغلام على المبارز الخامس. طبعا استشهد ليوصل رسالة أبو عبيدة بن الجراح للرسول صلى الله عليه وسلم. هنا تبدأ ملحمة إنسانية خالدة ما عرفت الشام مثلها من قبل. لقد بدأت معركة اليرموك بعد هذه المبارزة، طبعا معركة جبارة. لقد بدأت هذه المعركة الباسلة، فاندفع جيش ما يقارب نصف مليون، تخيل معي نصف مليون مقاتل من الروم، كأنهم سيل جارف نحو جيش ما يقارب 32 ألف فقط، 32 ألف مسلم. فأصبحت يعني شو أقول لك، منتشرين من كل اتجاه على المسلمين، نصف مليون على 32 ألف. فإلا أعداد الجيش الروماني، طبعا الروم كان أكثر مما يحصى، يعني كان المسلم يقتل روماني واحد يطلع على 10، تخيل تقتل واحد يطلع 10. حتى أنهم حاصروهم من كل الجهات، حاصروا المسلمين من كل الجهات، يعني خلاص انتشر الجيش المسلمين من كل جهة، يعني صار المسلمين في نصف المعركة. فأصبح المسلمين في باطن قوس كذا، قوس من الجيش، يعني أقرب، يعني الهزيمة محققة 100%. هنا يظهر دور العظماء كذا، ظهر عظيم عظيم اتخذ قرار لم يعني قرار لا يمكن اتخاذه أي إنسان في حياته، قرار صعب. فلما اتخذ القرار من قلب المعمعة، يعني من وسط المعركة، قرر هذا العملاق الإسلامي بإنشاء كتيبة أول من نوعها عبر التاريخ، أول كتيبة في تاريخ الإنسانية جمعاء، يعني ما قد صارت من قبل. هذه الكتيبة عرفت في كتب التاريخ بكتيبة الموت، تخيل معي حتى اسمها مرعب، كتيبة الموت. ومن كان قائدها؟ بعد ما أوشك تدمير المسلمين من الجيش الروم، خرجت هذه الكتيبة وكان قائدها من؟
عكرمة بن أبي جهل، هذا البطل الإسلامي. تناول هذا البطل الإسلامي سيفه وكسر غمده واتخذ القرار الأصعب على الإطلاق في حياته. وش سوى؟ لا، اتخذ قرار يعني خلاص الموت، يعني ما عاد فيها. فنادى المسلمين بصوت يشبه كهزيل الرعد، يعني صوت أرعبهم. بعد ما ناداهم تقدم 400 فدائي من الإسلام، فليكونوا بما عرف في التاريخ باسم كتيبة الموت. طبعا عندما اتجه خالد بن الوليد إلى عكرمة بعد ما قرر خلاص يعني بيمشي، فقال له، قال يا أخي ليش يعني تضحي بنفسك؟ قال، فنظر إلى طبعا إلى عكرمة وجبينه يشرق نور. فإيش سوى؟ قال إليك عني يا خالد، فإن لك مع رسول الله سابقا، أما أنا وأبي فكنا من أشد الأعداء للرسول صلى الله عليه وسلم، فدعني لكفر ما سلف مني، ولقد قاتلت محمد رسول الله في مواطن كثيرة وأفر من الروم، دعني من هذا، هذا لن يحدث أبدا. فتقدم هذه الكتيبة، كتيبة الموت، فانطلقت كالأسود الجارحة لتنقف عليهم تدكك جماجمهم وتقطع رقيبهم. فايش سوى؟ تقدم الفدائي الأول تلو الآخر نحو 100,000 من جيش الروم، حتى عكرمة بنفسه هو أول واحد اللي جالس يدخل إلى جيش الروم. تخيل، يعني الأكثرية للروم، يعني نصف مليون ضد 32,000. فهو تقدم بنفسه إلى باطن الجيش، يعني إلى وسط الجيش، ليكسر حصار الروم، لأنهم جالسين محاصرين من كل الجهة للمسلمين، ليكسر. طبعا فعلا استطاع كسر هذه الثغرة، وأحدث ثغرة في العدو ليكسر الحصار. عندها قرر قائد الروم انها يعني يصوب كل السهام على عكرمة. طبعا عكرمة كان على فرسه، فسقط الفرس من كثرة، يعني شوف، من كثرة السهام اللي جالس تغرز في جسم الفرس، حتى طاح الفرس. فأخذ سيفه عكرمة وتقدم نحو 100,000 من الروم. تخيل حاله جالس يمشي قدام، يعني قدام 100,000 جالس يحاربهم. فايش سوى؟ يعني شوف، يعني مع كثرتهم وجالسين يضربون سهام، يا اخي شوف، يعني والله جبانه. فايش سوى؟ قرروا انهم يصوبوا على قلب عكرمه السهام، فاسقطوه. فلما راه المسلمين، يعني شافوا هذا البطل، البطوله الانسانيه، طبعا دفعت كتيبه العكرميه إلى نحو قائدهم ليموت في سبيل الله كما بايعوه بصدق. فعندما رأت الروم، يعني ما صدقوا عينهم وهم يشوفون ناس يعني مجاهدين يتقدمون للموت المحقق بأرجلهم، يعني خلاص، يعني يشوفون منظر ما صدقوه من كثر يعني الشجاعة والتضحية. فألقى الله في قلوبهم الرعب، فطبعا لذوا في الفرار، ورجع الروم ولد والصيحات الله أكبر تطاردهم من أفواه الفدائيين العكرمية. فاستطاعت تلك الوحدة كسر الحصار بنجاح. بعد فك الحصار عن جيش المسلمين، فتش خالد بن الوليد، يعني بعد خلاص هرب الروم، فتش خالد بن الوليد عن عكرمة، جالس يبحث عنه، يعني وينه؟ فشافه ملقي بين شخصين، وهما الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. طبعا شافهم كلهم الدماء تسيل منهم. فبعد ما وصل عندهم، طبعا خالد بن الوليد يعني شاف الدماء تسيل منهم، وكان عنده الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. طبعا الحارث بن أبي هشام طلب ماء، يبغى يشرب، فوصله الماء، قال خلاص أعطيه عكرمة قبل ما يشرب أي قطرة من الماء، قال أعطيه عكرمة. فوصل عند عكرمة الماء، قال لا خلاص أعطيه
عياش بن أبي ربيعة قال يمكن عطشان أكثر مني. فوصل الماء عند عياش بن أبي ربيعة قال خلاص أعطوه أخي اللي طلب أول واحد من الحارة. فجالسين يعطوا الماء شافوا كذا الناس فارق الحياة، وشافوا كذا العكرمة ساكت الأنفاس. طبعا بعدها ما شافوا الحارث بن أبي هشام خلاص فارق الحياة، نظروا إلى عكرمة يبون يعطونه الماء استشهد خلاص. رجعوا بياخذون الماء ويعطون العياش بن أبي ربيعة، وش صار؟ شافوه خلاص ولا نفس استشهد. يعني شوف الأخوة، شوفوا يعني جالسين يعني بآخر انفاسهم، يعني تعرف ليش يعني كان ينتصرون وكان على قلب واحد، كان عندهم أخوة، كان ما عندهم حسد، ما عندهم يعني شوف الفدائية. يا أخي أقسم بالله العظيم شيء ما يصدق. ولا هنا وصلنا لنهاية قصة هذا البطل الفدائي رحمه الله ورحمه أصحابه والصحابة أجمعين. طبعا أضرنا على الطالة، أضرنا على القصور، وإن شاء الله أنها عجبتكم الفقرة. ومصادر القصة طبعا من 100 عظماء في الإسلام. وفي أمان الله.